أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إحنا مرة ثانية في ضيافة الأخ محمد نصيف، هو أحد رواد الأعمال البحرينيين في مجال المطاعم في مطعم جونايدن. أخ محمد، شلونك اليوم؟ الحمد لله. شكراً على الاستضافة للمرة الثانية. أهلاً وسهلاً. أبو علي، في الحلقة السابقة قلت لنا عن طموحاتك في المرحلة الحالية، وقلت لنا أنك تحب أنك توزع للبرادات الكبيرة وكذلك للفنادق وتفتح فروع إضافية ويكون عندك فود تراك. نعم. وبعد هذه المرحلة شنو تتطلع له؟ إن شاء الله نتطلع إلى إن شاء الله دول الخليج بإذن الله. أي نعم. يعني كصادرات نورد لدبي إلى الدول الثانية إن شاء الله. هل عندك أي شيء بجاي؟ عندك طلب مثلاً أو عندك اهتمام من جهة معينة؟ الحمد في لله. دول الخليج؟ الحمد لله وصلنا لدبي حالياً. وفي بعض الطلبات نوصلها مع الأهل الجماعة يعني. أي الحمد نعم. لله ربعين وصلنا. أي نعم. نطمح إن شاء الله نكون على مستوى أكبر من هاي. زين، شلون عرفوا عنك؟ عن طريق الأهل اللي يأخذون عندي من البحرين هنا. أي نعم. اللي هو الزباين مالي. أي نعم. ودوا لهم بعد كذا شغلة يعني. الحمد لله عجبهم يعني. زين، هل فكرت تستفيد من صادرات؟ لأن في مبادرة صادرات اللي هو موجود، تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وكذلك تمكين، ولهم مكتب في بيت التجار اللي هو المبنى اللي في غرفة تجارة صناعة البحرين، وعندهم فريق كامل مستعد إنه يساعدك ويحطك على أول الطريق للتصدير وياخذ بيدك لما توصل للنجاح. فأرجو أنك تستفيد، لأنه يكون في تدريب ويكون في تشبيك، والموقع مالهم جدا مفيد أنك أنت تعرض منتجاتك. نعم. وكذلك تمويل بفائدة بسيطة وإسلامي بيكون، وكذلك عندك التأمين على بضاعتك وعلى المبلغ اللي يرجع لك من قبل الجهة المستوردة. نعم. من الخارج. فأرجو أنك تستفيد من هذه، لأنه فعلاً بيعطيك نقلة وانطلاقة بالنسبة للتصدير. إن شاء الله خلنا نروح نشوفه. في استمارة تمليها. نعم. هي بتحطك على الطريق، بتعرف على طول شنو النواقص اللي عندك. نعم. فتتفادى أنك أنت تلاقيك مطبات بعدين في الطريق. إن شاء الله. بإذن الله. فإن شاء الله تكون بعد من الرواد اللي يستفيدون من صادرات. إن شاء الله. بإذن إن شاء الله. الله. إن شاء الله. بإذن الله. وكذلك إن شاء الله بالنسبة للبراندينج ممكن تستفيد من تمكين إنه يفيدونك فيها. أنا أطمح إني أسجل لك علامة تجارية. أي نعم. إن شاء الله. بإذن الله. أي نعم. رغم أن خلص مرحلة إن شاء الله دول الخليج، نسعى إلى العالمية بإذن الله. بالمناسبة حتى صادرات يساعدونك في البراندينج ويساعدونك في يعني الترويج وكل هاي الأمور. ممتاز. فإن شاء الله تستفيد منها. إن شاء الله. ممتاز. زين، الله يسلمك. كلمني عن وين كان الدافع لك في البداية، يعني أهلك أصدقائك كيف كان دورهم في إنجاح المشروع؟ الحمد لله، يعني كان أول شيء الدافع الأساسي اللي هو زوجتي يوم هاي. أي نعم. أي نعم. معها دعم اللي هو عمي وزوجتي. أي نعم. ما قصر معي الحمد لله، دعم معنوي ومادي الحمد لله. أي نعم. الحمد لله. ومع الأخوان والأصدقاء الحمد لله رب العالمين، يعني التموا حولي وعلى طول معي هنا في المحل. اي نعم. يعني السهرات صارت عندك هنا. اي نعم. كنا قبل برا. اي نعم. نروح المطاعم وكذي. بس الحمد لله الحين صار هنا تنف مكبت. اي تمام. الحمد تمام لله. هاي موروثنا. صحيح. الحمد لله. انتوا اولى. صحيح. نعم. فاذا الحين صار دائما مكانك انت، مكانك هنا مكان عملك، كم ساعة تقضي فيه؟ انا الله يسلمكم عبد الله، يوم الصبح اذا عندي مشاوير اطلعها شوي وارد ارجع، اقعد لي وحده الفجر، واحدة ونص الفجر دائما يعني. اي نعم. ودائما اكون قريب من زباين مالي. نعم نعم. اي، لان مثلا الشعب يقول لاقيني ولا تقديمي. اي نعم. فهني الناس تبي تحس بالحميميه، تحس ان في احد مهتم فيهم، وخصوصا كونك بحريني، هل هذا يضفي جو يعني اضافي، لمسه دفء اكثر؟ ما شاء الله عليهم، يعني الكاستمر والزباين البحرينيين يحبون يشوفون بحريني موجود. اي نعم. للامانه. اي نعم. ويرتاحون وياخذون يعطون معي ويشجعون ما شاء الله يعني. أي. بالكلمات وبالدعاء الحمد لله رب العالمين. ممتاز الحمد لله شغلنا مع حتى الكاستمر، انا قد ما اقدر اكون قريب من الكاستمر. اي نعم. اي نعم. بالاضافه الى الدعم من اهلك واصحابك، شنو اللي يخليك انت كمحمد كابو علي تجي كل يوم الصبح وتواصل وتملي الساعة واحدة وثاني يوم بعد مرة ثانية تواصل؟ وحب التطور والشغف اللي في الطبخ صراحة للأمانة يعني. أي نعم. خليني دائما أحاول قد ما أقدر أبتكر وأبدع في الأطباق اللي أسويها. أي نعم. نعم. وأنت تتكلم ويا الزباين وتأخذ بعد من عندهم اللي هم يعطونك من معلومات، تلبي طلباتهم. إيه، بعض الزباين اقتراحات يعني. أنا نعم. دائما يعني قريب منهم نفس ما قلتي، أخذ من الكاستمر إيش رأيكم، شو تحبون. اي نعم. وانا بطريقتي انا اضيف عليها بعض الاشياء اكون مميز فيها. إيه. الله يوفقك ان شاء الله، دائما تكون في المقدمه من المتميزين ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، الحين ننتقل لتقديم الوصفات من ابو علي محمد نصيف، وما بقول لكم شنو هي الوصفات، خليكم معانا حتى تستمتعون فيها.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. إحنا جاهزين الحين حتى نقدم لكم الوصفات المميزة مع الأخ محمد نصيف من بونايدن. أخ محمد، إيش بتقدم لنا اليوم يا أبو علي؟ إن شاء الله نقدم لكم اللي هو سلطة الكينوا. أوكي، كينوا وايد مفيدة وصحية. نعم. أوكي، فأنت إيش سويت في الكينوا هني بالضبط؟ أول شيء تقدم السلطة الكينوا ويا شنو؟ أول شيء مع الدجاج اللي هو صدر الدجاج المشوي. أوكي، هاي بعد صحي لأن الصدر أقل سعرات حرارية من الفخذ طبعاً. إيه نعم. أوكي، يكون اللي هو الوايت بيبرز والسالت والتوميتو والأوليف والكينوا والكيوكمبر والفتة تشيز. أوكي. إن شاء الله. فكلها مكونات غذائية صحية. نعم. فالحين بتبتدي الكينوا، شلون حضرته؟ ممكن نبتدي وندردش وأنت قاعد تشتغل. الله يسلمك. أول شيء الكينوا حضرناها تقريبا اللي هو نص ساعه الى ساعه نخليها تغلي. اوكي، أي. مو تغطيها بالماء الحار، خليها تغلي. اي نعم، خليها تغلي. فالكينوا بعد حتى بس نعطي فكره حق المشاهدين. اي نعم، الكينوا هو نوع من الحبوب. نعم. ينمو في جبال الانديز. نعم. في امريكا الجنوبيه، وهم طعامهم الاساسي مثل ما احنا ناكل العيش الارز. صحيح. وانا جربت حتى استخدمت الكينوا، سويت فيه مكبوس طلع رائع. نعم. زين، وحق المحاشي ترى وايد يكون زين. نعم. وممكن تخلطها يعني مع مكونات اخرى. نعم. ميزه الكينوا ان القيمه الغذائيه مالته مرتفعه بالنسبه للحبوب الاخرى، في بروتين اكثر. نعم. والاحماض الامينيه اللي في البروتين ماله متوازنه. نعم. فوايد مهمه حق الجسم، وحتى السعرات الحراريه اقل من الارز، فهو يفيد في انه هو حق الحميه مشبع لان في كثير من الالياف. نعم. وفي المعادن اللي. نعم. تقوي جهاز المناعه مثل الزنك. صحيح. وفي كذلك الفوسفور وفي المغنيسيوم، فمن كل ناحيه هو مفيد. طبعا حتى في الكربوهيدرات المعقده. نعم. معناته ما ينهضم على طول، مو مثل اللي ناكل الشكر على طول عقب شوي نحس بجوع. الجوع صحيح. اي، لان الانسولين في الجسم يصير بسرعه يفرز. نعم. هاي لان كربوهيدرات معقد بالعقال يصير ريليس مال كربوهيدرات، او انه يصير في مجرى الدم. اي نعم. السكريات المركبه، ففي هالحاله نحس بالشبع مده اطول. فحق اللي يبي يخفض وزنه الكينوا جدا مناسب، وتحصله في البحرين بسهوله. اي نعم، السوق المحلي متوفر. اوكي، طيب انزين. فهل جربت تسوي ورق العنب بالكينوا؟ والله لحد الان بس ان شاء الله قريب يكون يعني وايد إن شاء الله. بديل صحي ان شاء الله. وبعدين اتصور وايد ناس اللي يبون دايت بدون كربوهيدرات. نعم. فبيفضلون انه ياخذون الكينوا. نعم. وفي بعد اللي هو ان شاء الله بيكون اللي هو في بلان يعني، سواء كان خلطه القمح ان شاء الله باذن الله. اوكي، تمام. نسوي بعد. ممتاز، لان خلطه القمح بعد تعطينا الالياف، تعطينا فيتامين بي بجميع انواع فيتامين بي وجنين القمح، لان لما تاخذ القمح كامل ويا النخاله يكون فيه الجنين اللي هو فيه فيتامين اي. نعم. وكلها طبعا فيتامين اي حق يحارب الشيخوخه ومضاد الاكسده. نعم. وفي فوائد كثيره للجسم. فيعني من كل ناحيه بيكون اضافه صحيه، وتحس بالشبع لان الالياف داخل الامعاء لما يصير وياها الماي تعطيك احساس بالشبع. نعم. وحتى داخل المعده كذلك. احنا نخلطها الحين ان شاء الله. ومشاكل الهضم كلها تنحل اذا عندنا الياف اكثر. صحيح. ففي غذائنا طبعا. زين، فهذه الحين خلطتها انت مع الزيتون. اي نعم. ومع الطماطه والخيار. نعم. طبعا الزيتون بعد مفيد لانه فيه الدهون الاحاديه، الطماطه. نعم. صديقه القلب، وهي. نعم. بعد تحارب الكوليسترول، يعني الكوليسترول الضار. نعم. هي مفيده جدا. وفيها مضادات للأكسدة فتحمينا. نعم. من السرطان. نعم. فكل هاي مكونات صحية. نعم. زين، الحين ايش عندنا بعد؟ عندنا الله يسلمك، بعدين نسوي لها الديزاين الله يسلمك. ايه، حق التقديم. اي نعم. ناخذ الفتة تشيز. اي نعم. اوكي. فبتحط هاي. اي نعم. عشان بعدين بتقلبها، عيال بتسوي طبقات. اي نعم. اوكي، بتبتدي بالفتة تشيز تحت. اي نعم، فتة تشيز نخليها تحت الله يسلمك. هذه عكس المعتاد، لان انت دائما عندك ابداع. نعم. احنا دائما نشوف الفتة تشيز فوق، بس اعتقد انت تبي تحط الدياي فوق. اي، الدياي بيصير فوق اللي هو الكينوا بيكون. اي نعم. ان شاء الله. فالحين الدياي مثل ما قلنا انت سويته فلات، سويته طرقته بالطرقه الخشبيه مالت المطبخ. اي نعم. اي نعم. وخمرناه بعد بالتتبيله مالتنا. وين الدياي؟ الدياي من السوق المحلي اللي هو زعيم، شركة شخص بحريني نتعامل معه. طيب انه يعني شيء طيب ان البحرينيين كل الفود سبلاي تشين كله. نعم. سلسلة التموين كلها تي من البحرينيين. اي نعم. اي نعم. نحييهم بعد، هم عندهم مصنع في البحرين اعتقد يسوون. إيه. حق البرجر والدجاج وانواع. صحيح. اللحوم. اي نعم. صح. اي نعم. فهني انت قاعد الحين تحط طبقة الكينوا ويا. إيه نعم. ويا المكونات الثانية اللي خلطتها معه. بين ما انت قاعد تسوي هاي الخطوه. نعم. ابو علي، عندنا دي اي ثاني مثل ما قلت لي عندكم داخل حطيتوه. نعم. في الصوص من قبل. نعم. في التتبيله. نعم. اي نعم.
علشان انتم بس تستوي الدي هاي تحطه عليه على طول وتقدمه. اي نعم صح؟ بس ايوه اوكي تمام نشوي بس الحين وان شاء الله عقب نحطه. اي نعم اي نعم هاي يعني وجبه متكامله. نعم وعندنا الكربوهيدرات بالطريقه المركبه اللي مو بيصير على طول واحد يوع عقب ما ياكلها. عندنا الخضروات، عندنا الالياف، عندنا البروتين من الدجاج. طبعا بروتين الدجاج بعد الزين في الدجاج كوليسترول اقل. نعم. خصوصا الصدر. نعم. وصوديوم اقل. صحيح. فهو وايد صحي. وبعدين بروتين حق بناء الانسجه وكلها، وفيتامين بي بمختلف انواع فيتامين. نعم. بي اوكي. فالحين شنو الخطوه اللي بعدها؟ الخطوه ان شاء الله بس اللي هو ناخذ صدر الدجاج المشوي نحطه. خلينا نشوف الدجاج ونقدم التقديم الاخير. اعزائي المشاهدين خليكم معنا، الحين ننتقل الى شوي الدجاج وني بعد الفاصل ونراويكم تقديم سلطه الكنوه بصدر الدجاج المشوي من مقهى جونايدن مع الاخ محمد نصيف. خليكم معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل. أبو علي أنت شويت الدياي. اي نعم. وعندنا الحين السلطة جاهزة، أنت جاهز حق التقديم. اي نعم. ريحتها ما شاء الله تشحي، يا ريت المشاهدين ويانا بس يستمتعون بهالريحة. تفضل. نعم. أول شيء نقصص القهوة الدجاج. اي نعم. هاي وجبة متكاملة فيها. نعم. البروتين والكربوهيدرات وهو المركب. نعم. المفيد والالياف والمعادن. نعم. والفيتامينات واهم شيء انها لذيذه. اهم شيء صح. عقب ما اخذها. في احد مثلا يطلب تتبيلات خاصه؟ هو يعتمد على الكستمر، اذا يبي سبايسي نسوي له فرضا سبايسي، يبي بلاك بيبرز، يبي هالشغلات نسوي له حسب يعني. على حسب الكستمر يعني. قبل ناخذ اللي هو البيبي ليفز. اي نعم. هذه بعد كلها صحه وفايده. نعم نعم. اي نعم، في الفيتامينز وفي الحديد. صحيح. وفي مضادات الاكسده والالياف وحتى فيتامين سي. نعم في. نعم. عقب شله. اوكي. لان العين تاكل قبل الحلج. ها صحيح. كم مباراه يشحي. نعم. الواحد يبي ياكله. صح بالضبط. نعم. بس نعم. تحط الطماطه مره ثانيه. نحط الطماطه اي بس اول شيء. اوكي عليه بعد زياده صحه وعافيه. نعم. مع زيت الزيتون. نعم عقب اخر شيء الحين في البحرين بعد شري توماتوز دائما متوفر ما شاء الله، السوق مليان اشكال. نعم. والوان. ها صحه وعافيه. كله عافيه صحه وعافيه. نعم. تسلم يدك. الله يسلمك. تسلم يدك ابو علي، شكلها شهي ووايد صحيه. نعم. ان شاء الله تعجبكم. اكيد اكيد. احنا طبعا الحين بعد الكاميرا ان شاء الله بنضرب عليها ان شاء الله. زين وهذه بعد شو بتقدم لنا وياها؟ شراب صحي بعد يناسب هالاكل الصحي. بيكون في شراب اللي هو مع الشمندر مع الجزر. إيه مع نعم. الزنجبيل ان شاء. أوكي. الله بيكون مع الباينابل شوي الليمون. اي نعم. اعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع نراويكم الشراب الصحي مع سلطه الكنوه بالدجاج المشوي من مقهى جونايدن. خليكم معنا. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا فيكم من بعد الفاصل، الحين الأخ محمد راح يقدم لنا عصير صحي. إي نعم. شنو العصير بيتكون من شنو؟ إن شاء الله بيتكون الله يسلمك من الشمندر. الشمندر وايد مفيد حق الجسم. نعم. نعم. في الجزر ويقوي جهاز المناعة. إي نعم. الأناناس. إي نعم. والزنجبيل. نعم. مع شوي من الليمون، الليكويد الليمون. يعني احنا عندنا مجموعة تعطينا فيتامين سي، تفضل الله يسلمك. وبعدين بالنسبة للجزر يعطينا فيتامين ألف اللي هو ضروري في البيتا كاروتين اللي هو مضاد للسرطان. نعم. ويقوي يعني مضاد للأكسدة كذلك
عشان كل هاي العصير راح يحارب الشيخوخة. صحيح. وطعمه لذيذ، ومثل ما أشوف ما قاعد تضيف أي سكر. لا والله. ولا شيء عليه، وحطيت الزنجبيل. طبعا الزنجبيل يعني حتى مذكور في القرآن أن شراب أهل الجنة. صحيح. أي فهذه يعني في فوائد كثيرة حق الجسم، يساعد ضد الغثيان وضد الآلام في الأمعاء ويسهل الهضم، وفي حق وقاية الجسم، فمن كل ناحية هو مناسب، وطعمه يعطينا دائما يعني نكهة إضافية مميزة على أي شيء نحطه عليه. صحيح. سواء حلو أو مالح. صحيح. أي نعم. فالحين أنت حطيت بعد الأناناس. الأناناس معي. نعم. كإضافة. الطازج. أي نعم. أنا لاحظت إن الشمندر حطيته بدون ما تسلقه مثل ما هو. أي نعم. بعد هاي زين لأنه عشان ما يفقد اللي هو القيمة الغذائية. مسكرة بس إن شاء الله. وهاي بيكون مكمل ممتاز حق السلطة الصحية اللي نعم. اللي حضرناها، سلطة الكينوا. إيه نعم. قول بسم الله. بسم الله. الحين صار جاهز. إيه نعم. ولونه بعد مشهي. نعم. زين، والناس اللي يحبون الشكر شو تسوي؟ ممكن نحط لهم شوي عسل. إيه ممكن. إيه نعم. أو دبس تمر. نعم. يعني نحط حتى أشياء اللي نضيف الحلاوة بس تكون صحية. صحيح. إيه نعم. هني عندك بعد ليمون تضيف. نعم. عليه عشان. أضفت الردي أنا. أضفت عليه عشان يصير طعمه بعد يعطي. نعم. طعم الحامض. إيه نعم. بسم الله. هاي صار عندنا شراب صحي متكامل إن شاء الله. متكامل. إيه نعم. ويكمل السلطة اللي عندنا. إيه نعم. وأهم شيء إنه طعمه زين وكل شيء فيه طبيعي، ما حطينا أصباغ، ما حطينا مواد حافظة، ما استخدمنا أي شيء معلب، كل شيء طبيعي. نعم. إيه نعم. نقول صحة وعافية. الله يسلمك. تسلم يدك. الله يسلمك. تسلم يدك أبو علي. الحين إن شاء الله نقدم الطبقين مع بعض. إن شاء الله. بالضبط. إن شاء الله. الحين أبو علي مثل ما نشوف وصفاتنا صارت مكتملة. نعم. عندنا سلطة الكينوا مع الدجاج المشوي، وعندنا العصير اللي قدمته. نعم. وصفات صحية جدا. نعم. تسلم يدك. الله ما قصرت. احنا جاهزين حتى نذوق الحين إن شاء الله بإذن الله. هني عافية. أنا بغيت أسألك يعني أبو علي، هل من كلمة أخيرة عندك تحب توجهها بما أن أنت مريت في هالمشوار في هالتحديات وتغلبت عليها؟ نعم. خلاصة خبرتك، شنو الكلمة اللي توجهها اللي تتمنى انها تكون موجودة؟ نتمنى تكون إشهار جمعية أو اتحاد للمطاعم أو أصحاب الكوف شبات البحرينيين. أي نعم. لأن في يعني تحديات كثيرة. أي صحيح. ولازم تكون تبع الجمعية أو نعم. اتحاد. كلمة نعم. مجموعة، مو نعم. فرد واحد. صحيح. يتكلم. صح. أي نعم. وأنتم بهاي الطريقة بتسلطون الضوء على التحديات اللي أمامكم، بل بتقدمون حتى الحلول. نعم. لأن اللي يقف الشغل عارف. صحيح. شنو التحدي اللي عنده وشنو الحل بما يعني يخدم مصلحة الجميع. نعم. ففي هذه الحالة إن شاء الله بعد تدري في شيء ثاني يصير تشبيك بينكم. نعم. لأن أنتم تصيرون تالي تعرفون مثلا إذا في مورد بحريني أو يصنع مادة أولية ممكن تدخل في الأكل عندكم أو نعم. حتى ديكورات أو أي شيء له علاقة نعم. بالتموين وبالمطاعم، ممكن كلكم تتكاملون مع بعض إن شاء الله. نتمنى يعني في المستقبل إن شاء الله. جدا وجيه إن شاء الله المسؤولين يسمعون. نعم. وإن شاء الله أنتم كأصحاب المهنة تتعاونون مع بعض إن شاء الله. وتوصلون صوتكم ويكون في دعم لهذا القطاع مثل ما في دعم للصيادين الأسماك ومثل نعم. قطاعات محددة. أتمنى يكون الدعم موجود. أنتم بعد بحرينيين. صحيح. وفي قطاع واعد وقاعد يتطور، والجميل أن البحرين بيدهم يشتغلون. صحيح. فنتمنى لكم كل التوفيق. جميعا شكرا على الاستضافة. الله يسعدكم. أنتم اللي مشكورين على استضافتنا اليوم. شكراً. أنا استمتعت بوقتي وإن شاء الله نرى كل أحلامك تتحقق. إن شاء الله. ونتمنى لك كل التوفيق. بإذن الله. وإن شاء الله تجمعنا وياك لقاءات أخرى نشوفك في مراحل أعلى وأعلى. إن شاء الله بإذن الله. شكرا. شكرا. أعزائي المشاهدين نستودعكم الله وأقول لكم مع السلامة، وإن شاء الله نلتقي مع إبداعات بحرينية أخرى في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.